دبابة 62 دبابة معركة رئيسية سوفيتية، صنع منها حوالي 23,000 دبابة في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1961 و 1975، الوزن 37 طن، طاقم 4، التسليح مدفع عيار 115 ملم مع 40 قذيفة، رشاش عيار 12.7 ملم مع 300 طلقة، رشاش عيار 7.62 ملم مع 2500 طلقة. السرعة القصوى 50 كم في الساعة على الطرق المعبدة و40 كم في الساعة على الطرق الترابية. المدى العمليات 450 إلى 650 كم. مواصفات المدفع: المدى المؤثر 2100، المدى المؤثر 2200 متر للقذائف العادية و4000 متر للقذائف الموجهة. معدل الإطلاق 6 إلى 10 قذائف في الدقيقة.